سنوات الآلاف من النازحين يأتون إلى تركيا لأخذ الطعام. نحن نعاني من شح الطعام، ما فيه، العدس انتهى من السوق، البزيب انتهت، الفاصوليا انتهت، البرغل انتهت، كل الأطعمة انتهت من السوق. الناس بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى ماء، بحاجة إلى دواء، ما فيه، كل شيء انقطع. إن شاء الله حنأخذ الجوع. إحنا دورنا إنه نطبخ طبيخ كل يوم وجبة غداء للناس. الطبيخ عادة بتنوع بين عدس أو فاصوليا خضراء أو بازيلا خضراء أو رز ملفوف أو كل يوم الطبخة شكل على هوا إيش بتوفر من المتبرعين. الأكل اللي بنعمله تقريبا ما يقارب لحديت 10,000 نفر، بكفي 10,000 نفر، كل واحد يأخذ صحن صغير. أصعب إشي في شغلانتنا لما بعد ما نخلص الطبيخ يجيك أطفال وكبار ونسوان معهم صحنهم أو طنجرتهم الصغيرة، بقول لك يا عمو إحنا ما أكلناش أو ما افطرناش، بدنا يكون الأكل خلص، ما بطلع في إيدك تعمل إشي. باجي بموت لما اجي زحم وطنيات ومخطوفين وهيك، مره باخذ ومره باخذش، ما بقدرش من كثر الزحم باخذ، ما بقدرش اخذ، من خناقنا من العيشه والله، مش حياه والله، عمر ما سارت الحرف في الحياه كل ما سارت كده، الحين جوع عندهم اولاد ماتوا من الجوع. هذا الطنجره.